السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ وان شاء الله النهارده هنعمل تقييم للكتاب اللي هو Introduction to Java Programming Comprehensive Version 10th Edition. وان شاء الله الفتره الجايه هحاول اقدم كورسات ومراجعات لكتب وكورسات في لغه جافا، بحيث ان شاء الله انا اخلص الكورسات والكتب اللي انا بقراهم دلوقتي في بايثون واعمل لهم ريفيو ان شاء الله. فتعالى نرجع للموضوع بقى. هو الكتاب ان شاء الله الكتاب اللي احنا هنراجعه النهارده ويعتبر اول كتاب انا قريته، كتاب انجليزي اساسا قراءه، وكتاب كان جميل جدا وسهل، هو اللي اسسنا في البرمجه. يعني الكتاب انا قريته حوالي من سنه كده، بس هو الكتاب فعلا يعني لحد دلوقتي هو اللي اسسني وعلمني ازاي افكر صح، وصراحه يعني اسسني يعني كويس جدا صراحه. هو كتاب فالكتاب اسمه كومبرهنسيف، يعني معناه شامل بالعربي، فهو كتاب فعلا شامل لكل فروع جافا، يعني ممكن يعلمك كل حاجه، بيعلمك الاساسيات اول حاجه، وبعد كده بيتطرق بقى للمواضيع الثانيه، تبقى انت ازاي تتعامل مع الفايل والكلام ده، وبعد كده بيتطرق موضوع اكتر بقى اللي هو ازاي تعمل ديسكتوب او جيوت، وازاي تستخدمه مثلا في السيرفر، وازاي تتعامل مع ملفات وحاجات كتير. فعلا هو كتاب شامل فعلا، يعني يعتبر لو انت هتاخده يعني بيضم فروع كتير جدا ممكن تستخدم فيها جافا. فهو كتاب صراحه جميل جدا يعني وعزيز الى قلبي، يعني هو اول كتاب انا اقراه في البرمجه، وهو صراحه كان كتاب جميل جدا صراحه، واللغه بتاعته سهله وبسيطه خالص. فيلا نخش نشوف الكتاب في ايه. تمام، يا ريت لو لسه مشترك في النيل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، ويلا بقى. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ هو ده الكتاب اللي احنا قلنا عليه، وصراحة زي ما قلت لكم الكتاب هو شامل فروع كتير جدا، يعني كتاب في حوالي 33 شابتر. فهو انت شوف انت مهتم بايه ومهتم بمجال ايه فذاكر منه، يعني مش لازم تاخد 33 شابتر كلهم مرة واحدة. تمام، فهو الكتاب زي ما قلنا Introduction to Java Programming Comprehensive Version 10th Edition. تمام، هو ده اخر يعني ايه يعتبر احدث اصدار نزل، معرفش ان كان نزل اصدار احسن منه ولا لا، بس هو يعني يعتبر شامل كل حاجة. تمام، الجميل في الكتاب ان هو يعني كتاب موضح كل حاجه، وموضح ازاي تقرا والكلام ده وكده، ويعني مفهمك حاجات كتير، وفعلا الكتاب مترتب كويس جدا، ويعني بيحط هنا نوتس وتيب وكوشن وديزاين جايد. يعني هو الكتاب مش مخصص بس ان هو يعلمك برمجه وخلاص، او يعلمك لغه وخلاص، لا، هو الكتاب فعلا عايز يبني جواك ازاي تفكر صح، ازاي مثلا تكتب كود بشكل صح، ازاي ان انت مثلا الكود بتاعك يبقى ممكن تستعمله في اكتر من برنامج ما تغيرش فيه كتير. فهو صراحه كتاب جميل جدا، يعني حاجه جميله برضك اللي هو التقسيمه اللي هو عاملها هنا، يعني هو هنا كاتب هنا فاندامنتال اوف بروجرامنج، فانت تاخد الشباتر ديت. لو انت عايز تتعلم اوبجكت اورينتد بروجرامنج تاخد الشباتر ديت، لو مثلا خلصت الشابتر دي تخش على الشابتر دي، لو عايز تخش على الجو بروجرامنج وهكذا. يعني هو مقسمها جميله جدا، داتا ستراكشر والجوريزم وادفانسد بروجرامنج، يعني صراحه جميل، يعني هو دي جميله جدا. يعني كنت دايما بعد ما اخلص كل شابتر ارجع هنا اشوف انا فاضل لي ايه عشان مثلا اخش القسم اللي انا عايزه وهكذا. يعني مثلا انا كنت عايز اتعلم جافا عشان اتعلم اندرويد، لازم اندرويد اتعلم اوبجكت اورينتد بروجرامنج فاتعلم دي، مش لازم اخد الجو بروجرامنج فسيبت الشباتر ديت. وبعد كده طبعا داتا ستراكشر والجوريزم لازم مهمه في الاندرويد فتعلمت الشباتر ديت وهكذا. السيرفر بقى والكلام ده ما تعلمتهوش عشان دي حاجات ثانيه مالناش علاقه بها في الاندرويد بس. فانا بقول لك شوف انت مهتم بايه وتعلمه. فهو صراحه دي يعني دي حاجه من الحاجات الجميله برضك اللي في الكتاب وكده، غير بقى حاجات كتير جدا. يعني صراحه يعني مثلا هنا في اخر الكتاب هنا مثلا ايه ابندكس اي وبي وسي ودي واي اف وهكذا، كل يعني ايه هنا اول حاجه جافا كي وورد، وهنا الاسكي كاركتر سيت يعني كل حرف بالاسكي، ويعني حاجات كتير جدا. يعني ريجولار اكسبريشن، ريجولار اكسبريشن اللي احنا اتكلمنا فيها في الكتاب اللي فات، يعني صراحه جميل جدا الكتاب ده. يعني مثلا هنا كيس يعني كيس ستادي ده هو بقى مشروع في الاخر خالص بيلم لك كل اللي هو الف الشابتر. تمام، وممكن كيس ستادي 2 يعني ممكن يعمل اكتر من مشروع والكلام ده وكده. وصراحه هو بيكتب لك الكود هنا، كاتب لك الكود اهوت، بيكتب لك الكود وبيوضح لك كل حاجه، وبعد ما يخلص بقى بيوريك المخرجات بتاعه الكود والكلام ده كله. يعني صراحه روعه بجد، يعني زي ما قلت لكم الكتاب ده من احب الكتب لقلبي صراحه. كتاب يعني تحس ان الكاتب تعبان عليه جامد فعلا، يعني وصراحه يعني بيخش في يعني انا خدت كورسات كتير في الجافا صراحه، بس الكتاب ده كان فعلا يعني في كورسات كتير بتوقع نقط كتير يعني، بس هو الكتاب ده فعلا يعني في العمق كده زي ما بيقولوا، هو بيجيب الحاجات وبيفصصها وبيعرفك هي جت منين وليه وازاي وبطريقه بسيطه خالص وتقدر تفهمها ان شاء الله. اخر حاجه بقى بيجيب لك في الاخر كده شابتر سامري، يعني بيجيب لك كل الملخصات اللي قالها في الشابتر والنقط ديت، بحيث مثلا لو انت قرات الشابتر وعايز ترجعه ترجع بس للسامري ديت، مش لازم تقرا الشابتر من كل مره. وبعد كده بقى ايه اهم حاجه الاكسرسايزز، يعني الاكسرسايز ديت فعلا اللي هي
فعلا يعني فيها تحدي كده ان هي بتعلم الحاجه، بس هو بيطلب منك برامج صعبه يعني، برامج فعلا تختبر ان انت اتعلمت الشابتر ده بشكل كويس ولا لا. فيها فعلا برامج صعبه ومحتاجه تفكير ومحتاج ان انت تقعد تدور على المعلومه وتقعد تبحث والكلام ده، وهيقابلك مشاكل كتير. ففعلا دي جميله جدا 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 يعني، دي تعتبر يعني اعلى ميزه في الكتاب. في صراحه هنا الاكسرسايز هنا جميله جدا يعني صراحه، يعني بيطلب منك يعني حاجات كتير جدا. ويعني ايه، انا يعني كان ده اول كتاب ليا في البرمجه، بس انا كنت دايما ببحث، فضلت ابحث كتير عن الكتب والكلام ده. فدي اكتر كتاب، وكان اهم حاجه عندي، اهم ميزه عندي ان هو يكون عليه تمارين كتير. عشان انت عايز تتعلم برمجه لازم يكون عندك تمارين ومشاريع كتير تعمل. يعني 29 29، وفي هناك في شباتر تانية بتعدي 30، ويعني ارقام كتير. فان شاء الله انا هسيب لكم تحت في الديسكريبشن اللي هو ريبوزيتوري بتاع جيت هاب، في كل الاجابات بتاعت المشاريع ديت ان شاء الله. عشان لو انت مثلا حبيت تحل وبعد كده مثلا تتاكد ان الكود بتاعك صح، او الكود مثلا حبيت تفكر ان حبيت تشوف مثلا الكاتب حل الكود دي ازاي او المشكله دي ازاي بالكود، فهسيب لكم ان شاء الله لينك تحت في الديسكريبشن. وان شاء الله برضك لينك اللي هو البرنامج اللي انا بستخدمه هنا برضك هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. هو الصراحه كتاب جميل جدا وانصح بيه جدا 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 لو اي واحد عايز يتعلم جافا. يعني لو اي حد سالنا اهم كتاب تقراه لو عايز تتعلم جافا، يعني الكتاب ده صراحه لو حتى مش هتاخد اي كورس اونلاين او اي فيديو تتعلمه، فهو الصراحه كتاب جدا كفيل، ويعني ايه كافي ووافي جدا وشافي ووافي. فهو الصراحه كتاب جميل جدا وانا انصحك بيه. يعني هو الصراحه كتاب جميل وكفايه تدريبات، وان هو في اول كل شابتر بيعرفك هو هيقول ايه وبيدي ملخص، وبعد كده في اخر الشابتر يدي سمن على اللي هو قاله، وبعد كده تمارين كتير. صراحه كتاب جميل جدا. دي كان تقييم الكتاب بتاع النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، ويا ريت لو لسه مشترك تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس. ويلا السلام عليكم.